ثم قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هو الإثم الذي تناهى في القبح، سمى فاحشة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولأجل ذلك حرم الفواحش سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش. الآن بعد أن ذكر لهم الأشياء التي حرموها من عند أنفسهم وأنكر عليهم ذلك، قال: تعالوا اسمعوا الآن ما هو المحرم. أنا الآن أقول لكم ما هو المحرم، لأني أنا الذي أملك أن أحلل وأن أحرم. فقال: قل، أي قل يا محمد لهؤلاء المعتدين المدعين، قل لهم: إنما حرم ربي الفواحش، هذه التي حرم الله الفواحش، ما ظهر منها وما بدن وما بطن، ما ظهر من أعمال البدن، ما بطن من أعمال القلوب. أعمال البدن من الفواحش: شرب الخمر، الزنا، القتل، العقوق، كل الفواحش هذه كبائر الذنوب. أعمال البدن التي يراها الناس جميعا. وما بطن أعمال القلوب كالكبر والحسد والنفاق وسوء الظن وغير ذلك من الفواحش التي هي من أعمال القلوب. حرم الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا واحد. قال: والإثم والبغي بغير الحق. الإثم المعاصي بشكل عام، كل المعاصي، كل المعاصي حرمها الله تبارك وتعالى. والإثم، طيب والبغي بغير الحق؟ قال: البغي نوع من الإثم، البغي نوع من الإثم. طيب لماذا ذكر لوحده؟ قال: من باب ذكر بعض أفراد العام لأهميته، من ذكر بعض أفراد العام لأهميته. وهذا كثير في لغة العرب، أن يذكر بعض أفراد العام لأهميته. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طيب هم داخلين في الملائكة، لكن ذكرهما مرة ثانية لتعظيم شأنهما عليهما السلام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. البغي والإثم، قالوا: الإثم هو الذي يفعله الإنسان على نفسه، البغي هو الذي يتعدى فيه على الآخرين. البغي هو الذي يتعدى فيه على الآخرين، الإثم مو بالضرورة يتعدى على الآخرين، مع أن التعدي على الآخرين إثم، ولكن أيضا إذا فعل المعصية على نفسه فقط هذا إثم، لكن إذا تعدى على الآخرين هذا بغي. فإن بغت إحداهما على الأخرى أي تعدت. والإثم والبغي، قال: بغير الحق. ما في بغي بحق، البغي كله بغير حق، ولكن هذا للتأكيد، هذا يكون إيش؟ للتأكيد أن البغي محرم. وبعضهم قال هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن الرد هذا ليس اعتداء وإنما من باب المشاكلة سماه اعتداء. كذلك هنا قال: طالما أنه بغي فهو أكيد بغير حق، ولكن ذكره من باب المشاكلة أنه هو بغى أنت تبغي أيضا إذا كان بحق، يجوز البغي بحق، وهذا من باب أخذ الحق ممن ظلمك. إذن عندنا: حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم، والبغي بغير حق. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تشركوا بالله أيضا محرم، وهو جعل الأنداد لله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يرى أن هذا تصاعدي، ذكر الذنوب تصاعديا، يعني بدأ بعموم الفواحش، بعدين الإثم أشد، بعدين البغي بغير الحق أشد، بعدين الشرك بالله فهو أشد، يعني تصاعدي، يبدأ يصعد بالذنوب من أخفها إلى الأشد إلى الأشد إلى الأشد. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أي حجة، ما لم ينزل به حجة ودليل وبرهان. على أي أساس أشركتوا بالله تبارك وتعالى؟ شو الدليل اللي عندكم إن اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة إنها تفعل شيء؟ ما الدليل عندك؟ ما السلطان؟ ما البرهان الذي عندكم على أن هذه آلهة
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني وإياكم أن تقولوا على الله، هذا أيضا مما حرمه الله، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا بعض أهل وأكثر أهل العلم يقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون هو ما نسبوه إلى الله، أنه حرم الطواف بغير بالثياب التي عصى الله فيها، حرم بعض الأدهان، حرم بعض الأطعمة، قال هذا كله قول على الله بغير علم. وبعض أهل العلم عمم هذه الآية، قال كل من تكلم على الله بغير علم داخل في هذه الآية، كل من تكلم على الله بغير علم داخل في هذه الآية. ولذا الإنسان لا يتجرأ على الفتوى، لا يتجرأ على الفتوى. ما تعرف قل لا أعرف، انتهى الأمر، لا أدري، خلاص انتهينا. سألني سائل ما حكم كذا وأنا لا أدري، لا ألف، قل لا أدري لا أعلم، يسأل غيري يجد الجواب عند غيري إن شاء الله تعالى. لكن من الخطأ العظيم أن يتكلم الإنسان على الله تبارك وتعالى بغير علم.